النجم، نقول النجم الكبير ومن افضل النجوم، نجوم كثير مرت على قناه بدايه، ولكن نجم له جماهيريه كبيره وله قبول عند الناس، والان هذه ايامه فارس البشيري يعني ما شاء الله تبارك الله يعتبر صاحب شعبيه جارفه جدا، ورجل ما شاء الله اسلوبه بسيط بيتداخل معنا الان، ما ادري موجود معنا يا حسين، فصاحب شعبيه كبيره، وقبل يومين كان في قناه ايضا، يعني عاده القنوات ما تستضيف الا اشخاص يضيفون لها، فكان اضافه كبيره للقناه اللي استضافته، وايضا استضافته والقناه ايضا اضافت اللي استضافته، فنرحب باخوي فارس وله انشوده ومشاركه جميله. صباح الخير يا فارس. يا هلا وسهلا وصبحك الله بالنور والسرور، احييك بتحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. اكبر شرف لي اولا اني داخل مداخله صوت في موضوع كبير مثل هذا، موضوع حقيقه والله يشرف، يا سلام. واني اتدخل مع اني اصغر منكم عمرا واصغر منكم قدرا، يعني في ناس اصغر مني واجمل مني جميلين الان معاك، لكن موضوع زي هذا يحتاج اني اتدخل والله العظيم، حبا لهذا الوطن وحبا لامريكا الملك سلمان بن عبد العزيز. الله ما هو غريب عليك فارس، انا شفت اول بتكلم معك جزئيتين، انا اتذكر الانشوده اللي انت انشدتها، هي اول انشوده مسجله وكانت على الوطن، لو تعطينا بس مطلعها بس الجميل يا فارس. اللي هي عيدي يا دار اخو نوره على مذهب ومله. عطنا بصوت صوت صوت تجيبها كذا، يقول عيدي يا دار اخو نوره على مذهب ومله، دونك اللي ترد خصمك على حوض المنايا، عيدي كلنا سلمان والدوله هذه مستقله، نرخص الارواح من دفع وفاشعب وحمايا، عيدي يا دار اخو نوره على مذهب ومله، عيدي إيه ذا سلمان بن عبد العزيز المجد كله، خيل العوجة طويل الباع مقدام السرايا، أخو نوره عزوته والسيف الأجرب يوم سله، طارت شعوبه فرح ولا العدا طارت شظايا، الإمام القائد المقدام نغليه ونجله، كلنا نوقف على طاريه وندق التحايا، إيه ذا سلمان بن عبد العزيز المجد كله، خيل العوجة طويل الباع مقدام السرايا، أخو نوره عزوته والسيف الأجرب يوم سله، طارت شعوبه فرح ولا العدا طارت شظايا، المصايب نعتبرها تمره وفنجان دله، والمواقف والدواهي ما لها غير الدهايا، هذا حنا من خلقنا الله صدور مسفله، نعشق عيون الحروق ونعشق عيون الصبايا. صح سلامتكم. صح لسانك يا فارس، رسالة تحية والله، صح لسانك. صح بدنك حبيبي. ولو بغريب فارس، ولو بغريب عليك، قناة بداية صراحة صراحة تفخر بمثلك من الشباب، يعني أنا كنت فخور فارس. اللي يربطني فيك، يربطني فيك اشياء كثيره ومن ضمنها محبه في الله، وايضا يربطني فيك عمل واطار عمل، انا كنت فخور فيك، وانت قبل يومين كنت ضيف في قناه الرساله وكنت في البرنامج اللي صراحه ابهرت الحضور بصدقك وبجرأتك وايضا بواقعيتك، فصراحه اهنيك يا فارس واهنيك على المشاركه الجميله ذي يا ابو. هذا اقل شيء والله يعلم الله اني اسويه، وفقره مثل فقرتك استاذ فواز افتخر فيها ونفتخر فيها ومتابعين لها، بعيدا عن كون اني مقدم مثلا بالقناه او شيء، والله العظيم تدخل مثلي في برنامج وكلام في فقره مثل فقرات هذا اكبر شرف لي، وما اجي من بعدك سواء بجماهيريه او بغيره، انا شخص بسيط تدخلت بس لان الملك سلمان يحتاج كلنا نوقف على طريقه التحايا. أنا شخص بسيط، هي السر أو هي الخلطة السرية اللي خلتك ناجح. أبو مطلق غانم السبيعي ودي يسلم عليك، ومو لو في أحد من الشباب يتداخل المجال مفتوح. فارس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعد صباحك يا حبيبي. وصباحك يا حبيبي. معك محبك في الله غانم السبيعي. نعم. والله ونعم، والله ونعم. ما عليك زود يا حبيبي. حياك الله. فارس أنت مبدع بكل أمانة. الله يرفع قدرك. ولكن لي طلب بسيط. عامل تتوسطنا عند الكنترول، نبي شيلتك بنعرض عليها برا. تبشر بس سعد، ابشر. تسلم يا حبيبي، الله يوفقك. ما يحتاج الوجه. انا اتوسط او شيء، انت تامر امر، انا كلي لك. الله يطول عمرك. اتصلت حبا والله العظيم بدايه بالغزاء وحبا لكم، الله يطول عمرك. واول شيء قبل هذا كله حبا في الملك سلمان وحبا لهذا الوطن العظيم. ما في شك. اللي مهما نسوي مهما نفعل ما نقدم شيء، ما نقدم له شيء. يعطيك العافيه. ابو ريان، ابو ريان بيشارك. أخوي فارس، أخوي فارس نشكرك على المداخلة، وهذا ما هو غريبا على شباب الوطن.
الكل يعلم بان هناك دور كبير جدا على النجوم الشباب لتقديم جميع ما يملكون من امكانيات ومواهب للوطن. انت بهذه المناسبه تؤكد ان الشباب السعودي ولله الحمد استطاع ان يعني زي ما تقول يستفيد من موهبته في خدمه الوطن، وافضل مكان او افضل مقام يتحدث فيه الشباب السعودي الموهوب هو حضره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. ونشكرك على هذه القصيده الجميله. شوف يا فارس، شوف يا فارس ما شاء الله صاروا العيال كلهم بيكلمونك ويسولفون معك يا فارس. يا فارس خدت الجو. الشباب بناخذ بالترتيب، هذول ابائي. لا تكبرهم، لا تكبرهم، تنكبهم. اكبر شرف لي والله العظيم، وانا عشان هذه الكلمه باخذهم واحد واحد. طيب امجد بيسلم عليك. صباح الخير. صباح الخير يا فارس. يا هلا وسهلا، حياك الله. شلون صحت؟ يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد. الله يحييك حبيبي. الله يبقيك. حنا نبيك تزورنا اول في بيت الحكمه، وانت عندنا 3 شهور في زد رصيدك، والحين جابك الله بعد ومن ورا التلفزيون، من ورا الشاشات بعد. ابشر عيوني لك، انا كلي لك. الله يحفظك. وصراحه انا سعيد جدا برضو بمشاركتك، والف شكر لك والى الامام، وتستاهل النجاح. انا موجود معك في البرنامج في زد رصيدك، وأعرف أخلاقك وأعرف طيبة قلبك، وصراحة أني اليوم بعد سعيد جدا يوم سمعت صوتك. والله أني أنا اللي سعيد، وسعيد ومداخلتي معاكم، مع أني صح أنه فعل ممكن أنا مقدم في القناة، لكن برضو يزيد لي شرف أني أتدخل موضوع مثل هذا، وفي فقرة مثل فقرة فواز الحارثي، فقرة جميلة لها مواسم عدة، مستمر وثابت. الله يوفقكم يا رب. أنا أحد الشهود أنك إن شاء الله رجل خلوق، والله يحفظك ويسر أمرك، وهذه شهادة مني لك. وشوف الاخوان الباقيين الله يحفظ، شهادة اعتز فيها. اخوي فارس سعد صباحك ان شاء الله. اخوي فارس يا لبيه، يسعد صباحك ان شاء الله. ثاني ابو طيف، وصباحك يا حبيبك. اول شيء الكلام صراحة كثير، لو نتكلم بس باختصار البرنامج بنقول كلمتين بس. اول شيء قسم بالله، قسم بالله القصيدة هذه انها تغطي كل شيء فيك. يكفي القصيدة، بس يكفي القصيدة، تكفي عن جميع كل شيء صراحة. مبدع رائع جدا جدا، والدليل كلمات القصيدة اللي والله العظيم انك تقولها وانا مكاني نرتعش قسم بالله. الله يوفقك وياك ان شاء الله. الله يعطيك العافية. معك ابو مشاري فواز الهفتة، فواز المطيري. ونعم ونعم. فارس سمي الله حيك، صبحك الله بالخير. يا مرحبا. صبحك الله بالنور. اول شيء يا فارس، اول شيء يا فارس، والله الذي لا اله الا هو اني احبك في الله. الله يحبك ويقبلك. الشيء الثاني والله الذي لا إله إلا هو إنك محبوب ومقبول عند، خلنا نقول لك ما نقدك نقول كل جميع، لكن الأغلبية من الشعب. يا ربي لك الحمد. وزادهم حبا فيك يا فارس هالقصيدة، خلت الشعب يحبك أكثر وأكثر، وأخلاقك الطيبة. الله يسعد صباحك، وسعيدين بمداخلتك، والله يبيض وجهك. وجهك يا رب، أنا لكل شرف وكل لكم طال عمرك. الله يرضى عليك. الجميل بريك الشلوي بيسلم عليك، وبنختم بها بالاولاء وبقى ابو هادف. جميل او بريك، ما تقول جميل الشلوي، بريك الشلوي بيسلم عليك. وانت جميل يا بريك. هلا فارس. سم يلا حيا، يا مرحبا. شلونك طال عمرك؟ يا هلا يا مرحبا، يا هلا وسهلا، حياك الله يا حبيبي. انت مبدع يا فارس. انا ما اجي الا من بعدكم واستفيد منكم والله. الله يطول لي عمرك، ودنك تشرفنا بس قبل اروح. انا الان والله بعيد تمام البعد، لكن اللي تشوفوني ان شاء الله في يوم من الايام راح اكون باذن الله عندكم باذن الواحد الاحد. حياك الله يا ابو هادف الوسليل العود، بنختم معك. هذه اسمعك، تكلم اسمعك. مرحبا يا فارس. يا هلا وسهلا، يلا حيا. اخوك سليل العود الجهني. يلا حيا. مرحبا، وبيض الله وجهك على هالطله الحلوه. يا هلا وسهلا، يلا حيا، يا مرحبا. كليلك انا طال عمرك. وانا والله العظيم ما اتصلت الا قلت اولا للوطن وفداء للوطن وللملك سلمان بن عبد العزيز الشيء الثاني الفواز الحارثي، ولكم انتم تعلمت منكم كثير واستفدت منكم كثير، فهذا كل شيء اقدم لكم. ومهما قلت ومهما قلت ما يوفيكم حقكم. يعطيك العافيه. شكرا يا فارس، شكرا على المداخله، والله يعطيك العافيه. اللي يبغى يريب عليك من ابداع الى ابداع. الله يرفع قدرك ويحفظك. شكرا شكرا شكرا، الله يعطيكم العافيه وبيض وجيهكم.